السلام عليكم خوتي ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي معك واحد الحريشة اليوم، وانتم غادي نشوفوا كيفاش غادي ساهلة مهلة. غادي ندير فيها فانيا، هي هنا كاينة فانيا حمارة ونص، معلقة ديال الملحة هاهي غادي نعملها هاهي، إيوا نص كاف ديال الزيت، شوفوا قداش هذه الفانيا. ما ونص نخلي السنيده هي كدوب في الكاس، بس اللي غادي نرميها مع الماء، المهم غير ندير الماء نديرها معاه. السميدة كيلو ديال السميدة رصيخة كاع، هي الفينو ماشي رقيق ديال البغيض، لا ديك اللي رقيقة. نزيد شوية ديال الزيت، نحتاج للزيت فيها الملحة، فانيا، خمارة ونص، نص كاس ديال الزيت، وسنيدة هي مزال كنحطها في الما باش تمسيرت مخاش كتحر هكا هاكا تغزوز، هاهي سنيدة هاذي تغليظة ماشي رخيصة. هانتوما غنشوفو معايا ملي غندير، ملي غادي نجمعهم ثاني إن شاء الله غادي تشوفوهم. دابا غادي ندير الماء دافي شوية، نزيد شوية الماء، خليها هكا شوية على ما شربات الماء ديالها، عاد غادي نجي نطيبها. هي رميت وحده، هي شويه ديال الزيت من الفوق، شويه ديال السميده، كناخدو شويه ديال السميده من داك الخليط لي مبسلين وزدتو فيه الخميره وفيه كلشي، وكنحطو على جانب على ما كنكرسو كندهنو المقلة بالزبدة. أنا غنوريكم الجهة الفرقة لي غادي ندير، الخطوة الفرقة لي غادي ندير غتشوفوها. مرحبا نزيل هكا يديك ما تشوفش هكا الصباع مطراتين،
Şöyle bakacağım böyle diyeceğim. Şöyle eteğimi çok hoş etiyorsun. كيفاش انت كيف كيفاش بغيتك تحيد كحل كحل عطل هو اتي ثم باي الخير عا كنقول لكم زعما شوفوا هاي الحركه في قابس ما كنبغيش شويه تكون محروقه ما كنبغيش تكون ذهبيه لا كنحرقها الفيلو ديال الفيلو ديال لي رفعت ديال الفريشات كوي جلسات شويه ديال الوقت جلسات شويه ديال الحشا بارك الله يبارك Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.